معنا البلوغوز آلاء اللي هي مدينة فاس كذلك. خليكم معنا نتعرفوا عليها أكثر وتقربنا من يعني هي ضيفة شرف في يعني في لافون بريفي وخليكم تقربكم أكثر على الدوق. مرحبا بك آلاء. مرحبا بك الخير ما شاء الله يجزيك. تبارك الله عليك. أوسي صافي فريمون أن أنواغ بليزيغ أننا تلاقينا مع بعضياتنا وتبارك الله عليك. تنشوفك يعني حاضرة بين هو فاس ومعروفة يا سيتي. ديجا بعدا قربي يعني الناس اللي ما تعرفوش شكون هي آلاء عاود عاودي لنا على ليفل. واخا سا مارش. دونك معكم آلاء اون انستغراموز اي انفلونسوز ايسي افاس. ما بديتش بزاف باش بديت اي الحمد لله بقيت غاده شويه بشويه وهنا مازال كنطلع شويه بشويه. ابروبو شنو كندير اكزاكتومون في انستغرام دونك جو بارطاج مون كوتيديان لي ريسيت كو دو لا كويزين ميك اب لي ريسيت ناتوريل جو بارطاج اوسي دي توتوريال ميك اب دي تشالنج اوسي افيك مون ماري دو طون طون واخا ما عندوش مع لي ميديا بزاف كيشوف فيو كيضحك اي هو اللي تيعاوني بزاف هذا الشيء اونتر بارونتيز. سينون لا كيسيون ديالك ابروبو ليفينمون كيف ما قلت قبيله حنا فاس سي غار فين كنلقاو دي زيفينمون بحال هادو اي كان دو ما بار انا سام في انورميمون بليزير انني جيت اوتون اون انفيتي دونور اوتون اون انستغراموز اي بلوغوز تعرفت على ناس جداد كاينين دي مارك اللي ما عمرني ما عرفتهم فاس تلاقيتهم كاينين دي بلوغوز بحالك اللي ما عمرني عرفتهم فاس تلاقيتهم اي انا كيعجبني نغاردي لي بون غولاسيون افيك الناس اللي معايا في الدومين كوم صح حنا كنتعلموا من بعضياتنا اي كيما قلت لك قبيله فرحت بزاف انني تلاقيت بزاف ديال الناس اي هذه فرصه اننا جاو بزاف ديال لي زابوني عندنا وكما قلت لك ما تخيلتش ان هاد الناس كاملين غادي يجيو. كنقول لهم شكرا بزاف البنات اللي جاو شكرا توب ايفنت اي ميرسي ا فو اوسي ابري سيتي فريمون ان بليزير اوسي. الوغ كيف ما قلتي شرتي لواحد القضيه اللي هي مهمه كنتعلموا من بعضياتنا فكما تنعرفوا يعني في لي بلوغوز ولا يعني كيكون عندهم واحد الدور فعال في المجتمع يعني تيبرزوا ولا تيشاركوا مع لي فولوور ديالهم داك الكوتيديان ديالهم داك ولا ملي النظر كاين واحد كاينين بزاف ديالهم اللي تيشاركوا حوايج اللي هما تافهين جو كومبرون فشنو موقفكم على هذا هاد النوع ديال لي بلوغوز بيرسونيلمون الا دخلت لون باج وما لقيتش شي حاجه اللي غادي تستافد منها انا اوطون اون بيرسون كو سو سوا عاديه ولا انستغراموز جو مي ديزابون كنديزابونا وما كنبقاش متبعه لا بيرسون باش ما تدوش ليا طاقه سلبيه باش ما تدوش ليا دي موفيز انفورماسيون باش ما تدوش ليا شي حوايج اللي ما غينفعونيش. حاجه اخرى اللي كناكد عليها هو الناس اللي كيبقاو يعايروا لي انستغراموز اولا لي بلوغوز في لي ميساج هذا ميساج بغيت ندوزو ليهم حشومه انكم تعايروا شي حد الا ما كانش كيعجبكم تاخذوا ديزابوني وتخرجوا وانتم تكونوا مرتاحين مع راسكم. ولكن كاين النقد البناء وكاين النقد الخايب كاين النقد اللي كيخليك تشجعك انك تزيد القدام وكاين النقد اللي كيهرسك اي هذا هو اللي بغيت نهضر عليه. نحاول عافاكم البنات اللي ما عجبتها شي باج ما عجبتها شي بنت ديزابونا وتمشي تكمل حياتها وتخلي هذيك السيده تكمل في داكشي اللي هي غادا فيه. انا بيرسونيل ما كتعجبنيش شي حاجه كنخرج ما كنعايرش. شنو شي حاجه اللي مثلا ان كومونتير ولا شي نقد اللي فريمون بقى يعني حاز في نفسك بحال الصراحة الحمد لله انا في لاباج ديالي نقدر نقول لك عندي واحد 95% ديال لي كومونتير مزيانين ديال لي زافي بوزيتيف ديال لينيرجي بوزيتيف ونقدر نقول واحد 5% اللي نيجاتيف. في الاول سي فري كانوا كيأثروا فيا بزاف او بوا كنت كنبكي كنبقى بوحديتي وكنقول واش نكمل ولا ما نكملش مي الحمد لله لقيت مو ماري حدايا معاوني داكشي من بعد مابقاش كيأثر فيا وليت كنشوف ميساج نيجاتيف بلوك سوبريم وكنكمل حياتي نورمال جو غارد توجور هذاك لينيرجي بوزيتيف وتوجور فرحانه وتوجور باغا نوصل وبشويه بشويه كلشي غادي يوصل. تبارك الله عليك. انا شكرا بزاف يعني ميرسي ا توا ما بين الكلام الشيق اللي انا فعلا هذا هو دور البلوغوز اللي عندها لينيرجي بوزيتيف اللي كتقدم شي حاجه زوينه. ميرسي مشاريل الناس اللي تيبغيو تعبر. بغيت نقول البنات اللي جاو من اليوم فرحت 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 بزاف ما قدروش تخيلوا انكم جيتوا على وديتي باش تشوفوني. ان شاء الله غادي نبقى نقدم لكم ديما الجديد ديما لي بروموسيون ديما لي كود برومو ديما نقدم لكم شي حاجه اللي غتستافدوا منها وصافي هادشي اللي غادي نقول ميرسي توب ايفنت ميرسي مدام سناء ما تنساوش تابوناو عندي في لاباج ديالي الو لايف ستايل ميرسي بوكو.